تستمر التساؤلات بخصوص حالة الدولي المغربي نيف أغارد وإمكانية مشاركته رفقة العناصر الوطنية في اللقاء المقبل من عدمها بعد الإصابة التي تعرض لها المدافع المغربي مع فريقه ويست هام يونايتد الإنجليزي البروتوكول الطبي المتعلق بحالات الارتجاج الدماغي المعتمد من قبل الفيفا يفرض على اللاعب الذي تعرض لهذا النوع من الاصابة ان يمر من مراحل عديدة بهدف العودة للمشاركة في المباريات بشكل عادي وطبيعي، وبالتالي فسيكون على اللاعب اجرد ان يضمن المرور من عدة مراحل من اجل العودة قبل لقاء تنزانيا الثلاثاء المقبل باذن الله. ولا بد من الاشاره الى المكان الكبير للاعب في خط دفاع المنتخب الوطني الى جانب العميد غانمسيس نتمنى الشفاء العاجل لنجم منتخبنا الوطني